ومن المؤتمر الوطني الثالث للشباب بالإسماعيلية، أوضحت شيماء مشالي أمين المرأة في حزب المؤتمر بمحافظة شمال سيناء وهي إحدى المشاركات بالمؤتمر عن أسباب بكائها خلال إحدى جلسات الحوار مع رئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن حملها أهالي محافظتها برسائل ثقيلة إلى الرئيس عن الأوضاع في سيناء. أنا جاية محملة من أهل سيناء برسالة قوية وحمل تقيل، وكان لازم أوصل الرسالة. يمكن دموعي لكثرة همومهم، واني كنت خايفة اني ما اكونش قد المسؤولية واني ما اقدرش اوصل الرسالة اللي حملوني بيها. كثيرين منهم كانوا رافضين الاحتفال في محافظة مختلفة عن محافظتنا، وده حقهم، لان احنا لما نحتفل بتحرير سيناء كان نفسنا ان احنا نحتفل بتحرير سيناء وكمان تحريرها من الارهاب على ارضها.